السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو كده غريب شويه من نوعه لسيده، زي ما انتم شايفين تعقيم، بصوا في كل حاجه، شوفوا لدرجه الديتول جايبه لكم كده حبيبات صغيره، بجد عجبتني جدا جدا للتنظيف. قبل ما نكمل الفيديو يا غاليه، تنسيش تحط لايكات كتيره للفيديو، وكمان لو انت اول مره بتشوف القناه عندي يا ريت تساعدني وجودك معايا، تشترك في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني. رايحه فين؟ حطيت اللايك ولا لسه؟ اكيد ما حطيتيش لايك. يلا لايكات كتيره وكومنتاتكم الجميله اللي بتفرحني اللي زيكم، بشكركم يا حبايب قلبي من كل قلبي بجد والله على دعمكم ليا، ربنا يخليكم ليا. والله العظيم لو فضلت اتكلم عنكم وحياه ربنا وحياه ربنا مش هقدر اوفيكم حقكم زي ما انتم بجد بتوفولي حقي وبتدولي كل اللي نفسكم فيه. كل واحده منكم بتقدر تعمل لي اي حاجه، والله العظيم بتكتبوا لي كومنتات حلوه وبتحفزوني وكمان بتحطوا لي لايكات. في ناس كتيره بتنسى اللايكات وكل حاجه، ولكن برضو بشكرك يا غاليه من كل قلبي لانك اتفرجتي كمان على الفيديو، فربنا يجازيكم كل خير. فيديو النهارده هيكون فيديو لسيده، زي ما انتم شايفين هي كل يعني الفيديو يعتبر اجهزه كهربائيه او بصوا ادوات منزليه، يعني احسبوها زي ما تحسبوها. المهم ان هي السيده اللي معانا النهارده بتعشق حاجه اسمها ادوات منزليه او اجهزه كهربائيه. طبعا السيده دي سيده صينيه زي ما انتم شايفين. هنا بقى هتشوفوا يعني حاجاتها الجميله اللي انتم شايفينها دي. هنا كانت جايبه يعني شويه اجهزه كهربائيه اللي انتم شفتوها دخلتها كده، فهي كانت بتجربها معاكم وبتوريكم شكلها عامل ازاي. عجبتني قوي، حاجات جميله قوي. طبعا دي فرشه الوبره، بدل بقى اللي هي شايفين اللي هي بدل فرشة سوري الوبرة، مكنسة كده للوبرة، وبجد عجبتني جدا. كمان دوت كان من ضمن المشتريات اللي هي جابتها، الدش اللي انتوا شفتوه دوت. بصراحة كمان اللي عدى ده مش فاكرة ده كان ايه بالظبط. عجبتني برضو هنا الفكرة بتاعت دي كده، كور بتتحط في المية، مفروض دي مرطب للرجل يعني، ودي كمان اداة بتخلي المية دافية يعني. طبعا هو الفيديو جرى ولكن انتوا شفتوها ممكن تجروها يعني. هنا كانت جايبالكوا رش كده، الرش ده المفروض ان هو عامل مثلا زي الباور، زي الحاجات دي، بينظف على طول زي ما انتوا شفتوا البوتاجاز. اخدت بالكم كمان الباسكت اللي هو بيتفتح تاتش ده عجبني جدا جدا. وده كده جهاز معطر زي ما انتم شايفين، حلو قوي، هو صغنون بس عجبني برضو. كمان شفت التربو الجميل دوت، هو اكليرك كده ولكن من بره بلاستيك، وكمان الحافظه بتاعه البيض. هنا بقى كانت بتوريكم الاستلس كمان اللي هو المحروق بكل سهوله، دي سلكه عملته بسلكه كده، يعني مفروض ان هو في الصين صانعينها السلكه دي عشان الحاجات المحروقه دي، فاهمين قصدي ايه. هنا بقى دلوقتي هي واولادها، وهتشوفوا دلوقتي يعني بتقول لما بتيجي، اول ما بتيجي كده دي جزامه بس ما شاء الله عليها. شوفوا بقى على فكره هي شغاله بالكهرباء زي ما انتم شايفين، بتحط فيها الشوزات وبعد كده بتشغلها بتعقم كل حاجه، يعني الشوزات بتتعقم وكل حاجه، ما شاء الله عندهم ادوات وحاجات جميله قوي. كمان هنا بمساعده زوجها ليها، هو كمان بيساعدها، وكانت بيحطوا اللي هو الكريستالات بتاعت النجف كده في غسالة الاطباق زي ما انتم شايفين، وهتشوفوا دلوقتي بعد ما تتغسل. هنا برضو كان بيساعدها. هنا ده كده مفروض ان هو يعني صابون، هو بيبقى شرايح كده وبتحطه في المية بيدوب من نفسه زي ما انتم شايفين، بس بتقول ما شاء الله مفعوله حلو جدا، وفي نفس الوقت بينظف لها السيراميك زي ما انتم شفتوا ما كانوا بينظفوا هما الاتنين، بيخلوا السيراميك زي الفل. طبعا كل حاجة انتم شايفينها، هي كانت هنا بتحط في الحوض في كده ازازة برضو عشان لو الحوض عندك مسدود بتكبيها كلها مرة واحدة، في نفس الوقت بتسلك لك الحوض. اخدت بالكم كمان من الغسالة بتاعت الكوتشيات، حلوة قوي عجبتني برضو. عايزة اقول لكم ان بنتي قاعدة جنب مني عمالة تمليني لما بنسى حاجة، واقفة من ورا ودني بتقول لي، يعني انا بقول لكم الغسالة بتاعت ايه، بتاعت الكوتشيات، ونسيت، هي بقى بتمليني من ورا مني عشان هي عارفة ان انا الذاكرة عندي في الضياع. يلا الحمد لله والشكر لله على كل حال والله.
كمان عجبني جدا المسحة اللي هو بيمسح بيها دي، كلنا طبعا بنبقى عايزين الازاز اللي هو يكون فيه لمعة حلوة كده، يعني ما نحطش الحاجة ونيجي يعني او ما نعملش الازاز نيجي نرش ونتلاقيه مش بي يعني مش بيلمع. شوفوا بقى هنا بعد ما خلصوا طبعا هيرجعوا نجفة تاني زي ما كانت كده، زي ما انتوا شايفين كانت جايبة كمان الحامل ده. هنا بقى دي غسالة، والغسالة دي عجبتني قوي. شفتوا الغسالة اللي في الحيطة دي صغنونة قوي، يعني اللي هي ايه بتغسل مثلا لو عندك مثلا قطعة هدوم واحدة او قطعتين بالكتير، بس تكون حاجة خفيفة مش كتيرة، حلوة قوي بدل ما تشغلي بقى غسالة كبيرة. عجبتني قوي بصراحة. دايما مش عارفة ايه الجهاز اللي هي حطته في الفراولة ده، بس يقولي يعني قولولي ده ايه، لان انا مش عارفة ده تعقيم دوت جهاز تعقيم يعني ولا جهاز بخار ولا ايه. والله اللي يعرف يعرفني. برضو شفته كمان الحافظ بتاع الاكل دوت، حطت الاكل فيه كده وهو بيسوي الاكل، منه بيحفظ الاكل ومنه كمان بيسوي الاكل. طبعا الكاتل اللي انتوا شايفينه ده اللي هو بيتايمر، ده اللي نازل الايام دي موضة اصلا. يعني الكاتل دوت انا شفته لما انا نزلت لكم، هو ده لما نزلت لكم على القناة التانية بتاعتي مكنة القهوة اللي انا جايباها، وكنت عاملة لكم جولة كمان في بيتك كنت شايفاه هناك، وفعلا هو بالشكل ده كده، وحتى صورته لكم كمان. هو بالشكل ده الكاتل دوت، وحلو قوي قوي وعملي على فكرة. هنا كده زي ما انتوا شايفين. شفتوا بقى الباسكت برضو اللي فات ده عجبني قوي، هو التاتش برضو كده وحلو جدا برضو. انا مش عارفة هو بيعمل ايه بس مش الحال. يعني هنا بقى هي كانت بتحضر المفروض اصلا يعني هم نايمين، قامت علشان تحضر الفطار وتحضر الفطار لزوجها وكمان لأولادها. خلاص هو فطرته وراح شغله، فشافت بقى ايه ولادها هي كمان فطرتهم، وبعد كده هتاخدهم وتخليهم بقى ايه تقريبا تروح توديهم الحضانة حاجة كده. المهم بقى شفتوا جهاز التعقيم ده حلو قوي قوي، يعني شوفوا حطت فيه الكوتشيات او الشوزات وبترشوا كده وبتشغله عشان يعقم الدنيا، بجد عجبني قوي. وشفتوا الكومود يا جماعة اللي بالكهرباء، تكنولوجيا يا جماعة تكنولوجيا، ما عندناش احنا الحاجات دي. ان شاء الله ربنا يا رب ييسر لنا الامور ونجيب كل حاجة نفسنا فيها، وانتوا كمان تجيبوا كل حاجة نفسكم فيها. شوفوا بقى هنا بقى كل الاجهزة اللي انا قلت لكم عليها، الاجهزه اللي انتوا شفتوها في الفيديو هي كانت اول ما بتجيبهم بقى. ده طبعا ده الكومود اهوت، هو تاتش كده زي ما انتوا شفتوا، وكمان بيشحن الموبايلات زي ما انتوا شفتوا. هنا دي الغساله بقى اللي كنت بقول لكم عليها، غساله صغنونه قوي عجبتني قوي، يعني بصوا تحسوا ان مش عارفه يعني بجد عجبتني. هنا دي طبعا بقى كل الحاجات او كل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو هتشوفوه دلوقتي. كل الاجهزه دي هي جايباها في بيتها جديدة علشان خاطر يعني طبعا دي الاجهزة دي نازلة جديد، فكانت حابة ان هي تجيبها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا دي الجزامة وشفناها في اول الفيديو ادائها عامل ازاي، وكمان ديت الشماعة، وفي نفس الوقت كمان ليها باسكت تقدر تخزن فيه اي حاجة هي عايزاه. وهنا كمان ده عامل كده جهاز للكاتل، وشوفوا حنفية تكنولوجيا يا جماعة. بص كتر ما انا قاعدة اقول لكم تكنولوجيا تكنولوجيا. حلو قوي برضو، ما اعرفش هو ده ايه بصراحة، خلاط ده ولا ايه مانيش عارفة، بس ماشي حاله ماشي حاله. ليه ما نتعرفش عن الحاجات دي؟ طبعا تفكروا دلوقتي بتقولوا البت دي هبلة ولا شكلها كده ولا ايه. والله يا جماعة انا زي زيكم بتفرج زي زيكم اهو، وبشوف زي بكتشف كل حاجة زي زيكم. على الاقل لما نشوف الحاجات دي موجودة عندنا ايه، يا خدتي فكرة يا ستي، اوعي تخرجي من الفيديو، اوعي اوعي. شفتوا بقى الفرشة دي؟ عندك زي الفرشة دي؟ مفيش حد عنده الفرشة دي. لا بجد والله موجودة فعلا، شفتها وهي نازلة جديدة، بس بصراحة هي غالية. انا شايفاها في السوق ممكن من اسبوع كده او من اسبوعين بالظبط، بس سألت عليها الفرشة اللي هي بتاعت التويلت اللي انتوا شفتوها الاولانية دي، سأل عليها ب65 جنيه. ليه؟ معرفش معرفش، مع ان هي بلاستيك على فكرة، والقطع اللي هي بتاعت التويلت وكده دي سيليكون، وطبعا بخرج منها الفرشة. طبعا هي هنا كانت بتوريكوا اصلا الفيديو كان ماشي ازاي، او الحاجات اللي هي جابتها لما جابتها استخدمتها
وكانت يعني نظامها ايه. بس كده حبايب قلبي، يا رب تكونوا استمتعتوا من فيديو النهاردة، وكان فيديو خفيف شوية وهو تغيير برضو، كلنا غيرنا فيه وشفنا حاجات جديدة. ما حبيتش ان انا اجيب لكم بنفس الفيديوهات اللي انا بجيبها كفيديو، يعني من نوع اللي هو كتجديد يعني، يا رب ما تكونوا زهقتوا مني. بس كده حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، واستنوا مني وفيديو جديد بكرة على القناة بتاعتي، وانزل لكم كمان على القناة دي، وهقول لكم هو هينزل امتى. اشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.